كان في مصر أمير حكم الناس سنينا قد جند الله فيها يوم جاءوا فاتحينا وتولى الأمر لما فتحت فتحا مبينا وهدى الله بنيها إذ رضوا الإسلام دينا اسمه عمرو فهل تعرفه في الخالدين ذات يوم خرج الناس جموعا يمرحونا فهنا حلبات فرسان مضوا يستبقونا كل من سباق فيها يبتغي فوزا مبينا ولقد كان ابن عمرو في صفوف اللاعبين فتحداه غلام كان بالسبق قمينا وإذا بابن الأمير الغر قد جنى جنونا وبسوط الراح يدمي ظهره ضربا سخينا قائلا والدم يجري يشتكي الظلم المبينا أولا تعلم أني ابن الغزاة الفاتحين أنني ابن الأكرمين المؤمنين المهتدين ذهب المسكين يشكو لأبيه أن أهينا فأتى أهل المشورات فقالوا ناصحينا أوما تعرف يا هذا أمير المؤمنين إن في طيبة شيخا حرر المستعبدين نشر العدل وأرسى سنة الإسلام فينا عمر الفاروق فاذهب هو عون اللاجئين ومضى بالابن يسري عبرا صحراء سينا وإلى طيبة شاد العزم مهتاجا حزينا وروى القصة للفاروق صدقا ويقينا فأثارت ما أثارت فيه عاطفا وشجونا ودعا عمرا فلبى وهو قد ظن الظنونا ثم أومى نحو عمر وبحزم لن يلينا قال يا عمرو لما استعبدتم المستضعفين خلق الإنسان حرا منذ أن كان جنينا فاقض بالحق ولا تؤثر على قرن قرينا إنما الناس سواء عند رب العالمين إنما الناس سواء عند رب العالمين إنما الناس سواء عند رب العالمين إنما الناس سواء عند رب العالمين.